طبعا المعروف في العملية السياسية التحالفات، أنا أسميها تحالفات السلة باعتبارهم يتحدثون أنهم يتحالفون من أجل التنصيب، من أجل تنصيب الرئاسات الثلاثة وتشكيل حكومة ويصير التوافق عليها. هاي التحالفات، وبعد ما يصير توافق على الحكومة وتشكل الحكومة، هاي الكتل تبدأ تتصارع فيما بينها وتختلف على مغانمها وحصصها، وتزعم بأن هذه المغانم هي حقوق مكونات. يعني الحديث عن تحالف جديد، نعم يعني راح تصير تحالفات جديدة، راح تتغير خارطة التحالفات، ولكن أعتقد وبنسبة كبيرة بأن هنالك فواعل سياسية شعبية جديدة ستدخل إلى المعادلة، بدءا من انتخابات مجالس المحافظات أو الدورة النيابية اللاحقة. سنشهد مشهدا سياسيا مغايرا بصراحة، سنشهد تحدي، إما أن يعترف زعماء الأزمة بأن النظام السياسي والعملية السياسية بشكلها الحالي لم تعد صالحة للاستمرار، أو أن يدعنوا إلى خيار التغيير الديمقراطي.